زورنا الاعزاء زور موقعنا نضع عشرين بكم مجددا كما تشاهدون ان هناك مسيره من العدو الاحسن متجه في المشن ان شاء الله المخزن المخزن في المكان ديال المخزن البشريه الشرطه القضائيه علاش نضيتوا هذه المسيره هذا في طريق انهم جاو خلعونا خلعوا العيالات وخلعوا الجيران قال لكم انت خصكم ترخيص وخصكم قانون شكون اللي قال لكم خصكم ترخيص السياده ديال الشخص البشوية ديال العروي سيد الباشا قلت له ودي بانه المغاربه كاملين المغاربه كاملين ملي كيديروا شي فرح ولا شي مناسبه ولا شي وليمه ولا شي عقيقه ما كيطلبوش ترخيص قال لي لا كاين هذا الشيء قلت له فينا هو في ارض الواقع قلت لهم احنا رجال دايرين عقيقه دايرين ولائم ولكن ما كاين ترخيص انتم جاو عندكم سحبوا لكم الديور ولا لا جاو هجموا القوه ديالهم بالاطياف ديالهم صافيطات الصغار اشكال ديالها الشرطه القضائيه البوليس الناس ديال النادو البشوية ديال العروي جاو دقوا قال لك هذا الشيء كديروا هذا الشيء غير قانوني وخرجنا لعندهم الناس راهم كيموتوا راه قتلتوا السيد بالانسان مازال الدم ديالو ما جفش واش بغيتوا عاوتاني حنا نموتوا صافي حنا جينا هنا للساكنه ديال العروي واش شفتوا انتم كمسيره ولا كاعتصام ولا فين تجربه هذه المسيره جينا كمسيره كنعبروا على الغضب ديالنا ما عرفناش الوجهه حنا جايين الشرطه القضائيه اتجاه من انتم كتعبروا هذا الغضب نعم اتجاه من انتم كتعبروا الشعب ما بقاش عندنا شي صوت حتى واحد اخر نعبروا عليه كنعبروا حنا للشعب بالمظلوميه ديالنا باش نوصل لهم هذه الرساله ماشي الشعب ديال مراقه الشعب ديال الساكن ديال العروي سي ما كيقنعش بالمواطن 10 100 1000 2000 لا ما كيقنعش انتم كتستمروا في هذا الشكل اللي غادي تجمعوا هذا حتى مستمرين حتى يحكموا الحق ديالنا والحق ديالنا هي الحريه التعبير حريه الراي